قرأت في صحيفة عربية مقالا من ضمنه: إذا كانت الحكمة من الزنا عدم تضييع الأنساب وعدم إفشاء العداوة والبغضاء وما إلى ذلك، وإذا كان هناك حبوبا لمنع الحمل ورضا من الطرفين ولم يكن هناك أي مشكلة، فما المانع من الزنا؟ هذه مقالة قرأتها، فمن رد عليها أثابكم الله. الأصل فيما حرم الله أنه يجب التزامه، وما أوجب الله يجب التزامه. أما كونه يعلم الحكمة هذا نور على نور، خير إلى خير، فما حرم الله وجب تركه مطلقا ولو لم يعلم الحكمة، ولو علم أن الحكمة التي يعلمها منتفية في ذلك، فإنه يجب يلتزم بما حرم الله عليه كما يلتزم بما أوجب الله عليه. والله حرم الزنا، قال: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل إلا إذا كان ما تحمل أو إذا كان كذا أو كان كذا، بل حرمه وقال إنه كان فاحش وساء سبيلا. فالزنا حرمه الله ورتب عليه العذاب الأليم ومضاعفة العذاب وخلد في النار، لما يترتب عليه الشر الكثير ووجود بعض النوادر التي يظن صاحبها أن لا يترتب عليها ما هو معروف من عواقب الزنا لا قيمة لها. فالاعتبار بتحريم ما حرم الله سواء جاءت الأشياء مرتبة عليها ولم تحصل، فيجب الالتزام بما حرم الله والبعد عما حرم الله والحذر من ذلك، ولو فرضنا أن تلك الحكم التي نص عليها العلم لا تأتي ولا تقع لو فعل ما حرم الله عليه، نسأل الله العافية. فالواجب الالتزام بترك ما حرم الله وفعل ما أوجب الله مطلقا، ولو ظن أنها لا تحمل، ولو ظن أنها تعاطت الحبوب، ولو ظن أنه ليس هناك أحد يكون بينه وبينه شحنة، كل هذه الظنون لا وجه لها، والحكم لا يتعلق بها، الحكم يتعلق بالعلاج بالتحريم ووسائله، فيجب الحذر من الزنا ووسائله مطلقا. هذا هو الواجب بإجماع المسلمين وبالنص القرآني ونص السنة.